مين؟ أنا نصري خالتي مشاهير. خير يا مو في شي؟ بعتني العقيدة بأدهم مشان البنات قال بده يشوفن ويرجعون. شو قصته أبو أدهم؟ هيجي يشوف بناته هون. يلا يا مو رح جيب لك ياهم. قومي اجلي هالجليات أحسن مالك قاعدة ولا عملتي لي حالك بيتي. أبو جعود. أبو جعود حكى. يا جماعة يا جماعة أبو جعود حكى. يا جماعة أبو جعود حكى. أكيد. إيه والله أكيد حكى. أكيد حكى. أبو جعود أبو جعود أبو جعود أحكي أخي رد علي. توبرني يا أبو جعود. توبرني أخي رد علي. الله لا يحرمنا هالصوت يا رب. الله يديمك فوق روسنا كليا. ريت الوجع لقلبي. بعدي هيك بعدي تشوف أبو جعود. يا أبو جعود أبو جعود قلي مين وقعك. أبو جعود رد علي. شفتي شو عم يطلع عليكي؟ شو يعني؟ يعني جوزك هو اللي رماه. مبينة أشكره. صفوحة تعي 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 يلا قربي 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 قربي. ايوه الله لا يحرمني منكم حبيبي. هبي انت واختك ورجوني ضحكتكم. قوم يلا. ما بدي العب يابي. ليش يابي؟ بدي امي. يابي ليش خالي اخذ امي وخلانا هون؟ خالو ابو جعود مريض يابي. امك راحت تقعد عنده كم يوم. ايه وشو فيها اذا رحنا معها يابي؟ لا لا لانه مريض ما بيتحمل الضوجه. انت واختك هنيك رح تلعبوا وتضوجوا عليه. وحياة القران ما منضوج يابي. لا يابي لا خلص خليكم كم يوم عند تيتي مشاهير وبس يتحسن خالو ابو جعود انا وياكم نروح سوا. يابي صحيح مثل ما قال خالي جابر انك انت ضربته لخالي ابو جعود؟ شو الحكي يابي؟ لا 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 مو صحيح بنوم. لك شو انا بدي اخرب بيتي؟ شو بدي بالملبس انا وبالكعك وبالزبيب؟ انا ما بصدق على الله انت بيع الزبيبات. طيب شو بدي بيعهم يا الله شو بدي بيعهم؟ طيب وليش ما رجعت لابو صلاح؟ لك ما رضي ما رضي يفضح حريمه ما رضي. طيب شو رايك انا اخذهم ورجع لك اياهم؟ وبركض ما رضي يرجعوا. لا تخاف انا بخليه يرجعوا الا اذا انت ما بدك بلاها. لك شو ما بدي ست راسي؟ شو ما بدي اسمعه ولا سمع؟ قال ما بدي قال اعوذ بالله انا اللي بدي. بس شوفي لالي ما في روح لحالك. ها رجلي على رجلك. خايف لاخذ شي نقله من المصريات ما هيك؟ ماشي الحال المعامله مع رب العالمين. قوم قوم لنروح انا وياك. يلا روحي باسم بلايتك. ستري يا حرمي ما في روحه هيك. شو الحكي؟ يلا رايح ان شاء الله ربنا يرجعنا.